الستار، حضرتك فاكر لما كنت بتلعب في الشارع مين اللي اختارك علشان يجيبك ناشئين غزل المحله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني ده واحد من تاريخ غزل المحله، من الجيل الاول، جيل الثلاثينات والاربعينات والخمسينات، كابتن عزت الملكي. ده بقى اللي جاب السياجي وسيد عبد الجواد، محسن نحريري، كل نجوم غزل المحله في الوقت ده ابناء للكابتن عزت الملكي اللي كان ماسك فريق 16 سنه. وده اول واحد عمل مدرسه الكوره هنا في غزل المحله. عمل مدرسه الكوره وكانت دي حاجه جديده على المحله، ان يبقى فيها شبل اقل من 15 سنه. ايوه. وانا ليا الشرف ان انا كنت احد الاطفال اللي موجودين اللي بيجيبوا الكوره من ورا الكابتن خرشد، وما اقعدش ورا اي حد. يعني ماتش الاهلي والمحله هنا كل الزمايل يتخانقوا مين اللي هيقعد ورا الكابتن عادل هيك. انا كنت ما اللي هيجي ناحيه الكابتن خرشد مش هسيبه. انت انا اللي مختص تقعد ورا الكابتن خرشد. وكانت الكوره اللي تطلع بره كنت اطير عليها وامسكها، مش كنت اجري وراها واجيبها. لا اطير. فكابتن خرشد رحمه الله عليه كان حارس عظيم، حاجه. انا طوكيو كان هو حارس مصر وقتها، وخد يعني افضل تاني حارس في الاولمبياد. ويعتبر احسن تاني حارس في العالم. كان الحارس الاول بانكس. ايوه. منتخب لا ياشين. ياشين روسيا. لان الدورات الاولمبيه كانت ايامها بيشتركوا باللعيبه اللي هم مش محترفين. ايوه. فما كانش في احتراف في روسيا. الاتحاد السوفيتي اللي احنا رحنا سنه 72 ولعبنا اربع ماتشات هناك، وكانوا اربع علق جينا خدنا الدوري بيهم. ما حدش يعرفها يعني. كابتن عزت شافني بنلعب انا واحمد شعراوي وعمر عبد الله ولعيبه برضو دخلت النادي بس ما كملوش. في ارض في حي السبع بنات اللي انا موجود فيه قريب هنا ورا الشركه، يعني في ظهري كده على طول. كنا خمس دقايق ابقى في الملعب هنا. فهو مروح ملعب لازم يعدي من الحته دي، يقف كل يوم يتفرج على اللعيبه الصغيره، الولاد الصغيره بتلعب في الشارع. كان احمد شعراوي كان اكبر مننا بثلاث سنين شويه. بس ده كان ماتش يبدا مثلا من الساعه 5 لغايه الساعه 8، واسمه ارض الشجر. الشجر بالناحيه دي ومن الناحيه دي، طول النهار الملعب ده فوق الشمس. فدي كانت متعه لوحدها. واسفلت. فكنت كل يوم لازم اروح البيت اكل علقه تمام عشان تلعب بره في الشارع. لا من الدم اللي نازل من ركبي ومن كوعي ومن الجلف بتاع الاجوان من اللي مفيش نجيله بقى ولا الملعب الحلو، مفيش الكلام ده. وطير واعمل وانسى نفسي وفرحان ان انا اصغر واحد بيلعب مع ناس اكبر مني باربع خمس سنين. لغايه ما شافني قال لي تجيلي بكره الملعب الساعه 1 الظهر.